بهذا الحضور الميمون والمشرف من سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشاري سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن شعلة نشاط الحمر. مرحبا يا ابو حمدان بهذا الحضور وهذا التواجد، على البركة نسير في اول الايام والخاصة بالانتاج والمنتجين على فترتين الصباحية والمسائية. لا ننسى هجن الرئاسة، نتقدم لها بالشكر الجزيل على وضع التسعيرة مع هذا المهرجان. شكرا لهذه المؤسسة العملاقة. على بركة الله ينطلق شوط الجعدان مباشرة مع منحاش حمد بن هيان بن سالم العامري راعي اليمشة، يتقدم في المركز الاول يسير في الصدارة الاولى. المركز الثاني من القادم، من الواصل يصل في هذه اللحظات؟ هذا ممتاز، خالد بن حمد والراشد النعيمي يقدم لنا ممتاز. وصل شاهين، خذ المركز الثالث. محمد بن سهيل بن سالم بن هيه العامري وصل وخذ المركز الثالث. الدخول من مبهج، خليفة بن عبيد بن حسن بن ركاض العليلي يتقدم مع هذا الاسم، بينما مرزام عبد الله بن سيف بن معضد المشغوني بدأ يتدخل الى المركز الرابع. شوفوا المركز الخامس، التقدم القوي والدخول في خامس المراكز، بحار محمد بن علي بن هزيم المسافري، هذا خطير بحار ايضا بمشاركات رائعة وبانطلاقات المميزة، يبغى له مراقبة مع المكتشف يتقدم. بينما الوصول من ايضا وسم، خالد بن حميد بن حارب المهيري يتقدم راعي دريبح، خذ المركز السادس. المركز السابع يأتي هناك مع زعفران محمد بن مسلم بن سالم بن هيا العامري، وصل بن هيا، ولكن ايضا هناك مسلم بن حمد بن متعب العامري يقدم لنا هذه الانطلاقة، يقدم لنا انطلاقة سراب مسلم بن حمد بن متعب العامري وانتاجه الفاخر. ابناء البوابة 11 قادمين، عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى الصدارة. الله، هذا بحار بدأ يتقدم ويأتي مبكرا الى المركز الاول. يتقدم ايضا محمد بن علي بن هزيم المسافري، ولكن سراب مسلم بن حمد بن متعب العامري بدأ يغير الى المقدمة. والوصول هناك ايضا من خلال منحاش حمد بن هيان بن سالم العامري، الكيلو متر المثير، الحماس، القوة، الاثارة، هلموا الى المقدمة. الله، تسعيرة هجن الرئاسة، تسعيرة هجن الرئاسة. وبهذا الحضور الكبير، بهذا الحضور المشرف في ايام عيد الفطر السعيد، ايضا منطقة الاعلام بدأ يغير سراب الى المركز الاول. مسلم بن حمد بن متعب العامري، بن هيان مع منحاش وبحار مع بن هزيم، ولكن الوصول على المركز الرابع. وصل في هذه اللحظات ليتقدم هناك علي بن مسر بن علي الخيالي مع مرحب، يتقدم. دخول اخر من مهول راشد بن عبد الله بن حوفان المنصوري يبحث عن نقطة جيدة. ايضا وصل الشاعر سيف بن حمد بن سيف اللاحج الهاجري، عودة الى مقدمة الشوط. بن هيان وبن متعب ايضا يتقدم على المركز الاول على الصدارة الاولى. ياتي منحاش حمد بن هيان بن سالم العامري، يتقدم الى الجبيب. راعي اليمشة يتقدم، تهانينا على فوز منحاش حمد بن هيان بن سالم العامري. مشكور عبد الله بن هيان. المركز الثاني سراب مسلم بن حمد بن متعب. المركز الثالث مرحب علي بن مسر الخيالي. المركز الرابع وصل هناك مهول راشد بن عبد الله بن حمد بن حفان. والمركز الخامس الشاعر سيف بن حمد بن سيف اللاحج الهاجري. هكذا مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، كانت النتيجة للخمسة المراكز الأولى. يا لها من منافسة وقوة وإثارة هنا مشاهدين الأعزاء في عاصمة الملايين. راح التوقيت الزمني 5:45، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكي منحاش حمد بن هيان بن سالم العامري على هذا الفوز. شكرا للداهية عبد الله بن حمد بن هيان. المركز الثاني سراب لمسلم بن حمد بن
متعب العامري، تهانينا لمسلم وتهانينا لمحمد بن مسلم بن حمد بن متعب العامري حيث قطع مسافة السباق في المركز الثاني. يا مخرجنا يا ابو ايمن ايضا 5 دقائق 46 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. 5 دقائق 47 ثانية، جزئين من الثانية. كان مرحب علي بن مسر بن علي الخيالي، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام.